وصفة جديدة، وصفة طبيعية، وشوية منتجات هنستخدمهم لشعرنا علشان نلاقي شعرنا كده بيلمع حتى لو بنعمله سشوار أو بيبيليز أو حتى لو مش هنعمله. تابعوا الفيديو ده هتعرفوا تركات، وشوفوا الفيديو للآخر لأنها كل شوية هقول حاجة مهمة جدا لشعرنا ولبشرتنا كمان، بس هو الفيديو ده أكتر عشان الشعر وعشان الوصفات، ودي وصفة طبيعية آمنة. خلوا بالكم مش أي وصفة على النت هتكون كويسة لينا، فعشان كده لازم تتواصلي معانا عشان نقولك الأنسب ليكي وصفات ومنتجات. ازيكم تاني، يا رب تكونوا بخير. اعملوا لايك عشان المحتوى ده هيعجبكم جدا، وخلوا بالكم ركزوا في كل حاجة. هنبتدي الوصفة بالتمر هندي او التامرند. التمر هندي بجد من الحاجات المفيدة جدا لفروة الرأس، وكل متابعة او عميلة بتتواصل معي على اللينكات الموجودة في صندوق الوصف، اللي هي لما بتضغطي على العنوان بيطلع لك اللينك على طول بتاع الواتس، بتشتكي لي دايما ان بعد ما استعملت وصفات وزيوت وحاجات من دي فروة راسها اتدمرت وقشرة، وده اسوأ حاجة ممكن تعمليها لشعرك او ممكن تحصل لشعرك. التمر هندي، التمر هندي انا عايزاكوا تجيبوا اللي هو زي ده، مش اللي بيتباع في محلات العصير، اللي هو زي ده بالظبط، اللي هو بيبقى معجون كده ناتشرال. التمر هندي حتى كمان يعني جاي من الهند، حاجة هندية يعني اكيد هيطول ويظبط الشعر. انا شعري متوسط الطول، يعني مش طويل قوي ومش قصير خالص، الحمد لله طولته يعني، فبستخدم قطعة كبيرة لان القطعة كبيرة انا هطلع منها معجون. ركزوا في كل الوصفة او في كل خطوة في الوصفة، واعرفوا فايدة كل حاجة وهتعمل لشعرنا ايه وهتعمل لفروة راسنا ايه. انا فروة راسي دهنية، خلوا بالكم من كده، فعشان كده يعني بلاش كتير الزيوت، فانا بحب الماسك ده قوي لشعري، وهقول لكم على منتجات استخدمتها لشعري بعد الوصفة دي فرقت جدا جدا معايا برضو في روتين الشعر وان هو يبقى احسن. الوصفة دي على فكرة بتلمع الشعر جدا، بتخلي الشعر تديله لمعة، بتنظف فروة الراس وبتحمي من القشرة وبتضيع القشرة كمان، وبتعمل ترطيب 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 للشعر. طبعا انا بفصصها كده زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، بفصصها حاجات بسيطة تمام. ما تقدموش الفيديو، اتفرجوا على كل دقيقه لو سمحتوا، وقولوا لي رايكم في الكومنتات، انا رايكم بيفرق معايا جدا. ايه اكتر وصفه نفعت معاكم؟ ميه بس مفلتره وتكون دافيه، تكون دافيه او مغليه او ما فيش مشكله خالص، ميه مفلتره او ميه معدنيه. هتاخدي حاجه كمان برضو الروزماري، من الحاجات اللي بتعمل انبات للشعر وبتضيع تساقط، بتدمر تساقط الشعر اصلا. وكمان معاه كام حبايه كده من القرنفل قد معلقه مثلا، معلقه شاي كبيره صغيره ايا كان، حسب انت طول شعرك بالويم كده هتظبطي الكلام يعني، عادي جدا جدا يعني. ركزي في الوصفه دي، مكونات الوصفه لكن لسه الوصفه ما خلصتش. طبعا احنا هنقعد مع بعض كده هنزود ميه وهنقلل ميه علشان نطلع القوام الصح بتاع الماسك. طيب التامرند او التمر هندي بيحفز جدا نمو الشعر، بيرطب الشعر كويس جدا جدا جدا. طبعا احنا هنسيبها شويه، هقول لكم هنحطها على النار هنغليها شويه، هنسيبها لحد ما تغلي. هنتكلم بقى عن الوصفه. تمر هند بيدي لمعه للشعر، واظن انتوا شفتوها في الفيديو وهتشوفوها كمان في اخر الفيديو بعد ما غسلت شعري وقبل ما اعمله فير، كان برضو اللمعان باين، بيلمع الشعر جدا. او الشعر، عارفه الشعر لما بيبقى باهت كده من الصبغات والجو والحر والطرحه والبيبيليس والفير والمش فير والتراب والحاجات دي، بيحصل كده، بيحصل ان انت محتاجه ان انت تدي بوست لشعرك كده، بوست لشعرك او تحفيز لشعرك او لمعان لشعرك. اللمعان بيفرق، بيدي شكل هلسي. طبعا انا مستنيه ان هي تغلي، ولحد ما تغلي بقى احنا نعمل لايك وسبسكرايب واشتراك وكومنت ومش عارف ايه والحوارات دي الجميله دي. انا عايزه رايكم في الكومنت ده اول حاجه، واللي عندها وصفه تقدر تشاركنا بيها تقول عنها، بس تكون وصفه امنه، مش وصفه الزيت بالخل بالليمون بالكمون، الله يخليكم، لازم تكون حاجه امنه ومجربه بشكل كويس. انا الوصفه دي انا مجربها، سبتهم يغلوا على النار فتره مش قليله، فتره كويسه تمام، وهقول لكم هنعمل ايه تاني، وهقول لكم هنستخدم الوصفه ازاي ونوزعها على شعر ازاي. طبعا بتصفيها كويس لان ما ينفعش تسيبي اي رواسب على شعرك من اي وصفه طبيعيه او مش طبيعيه، ضروري بتسيبيها فتره. انا بسيبها حوالي نص ساعه مثلا عشان تاخد الخلاصه كده، هنطلع خلاصه المعجون، وهتشوفوا في الاخر كده منظر المعجون او القوام بتاع المعجون هيبقى عامل ازاي. بتقلبيها كويس جدا، احنا عايزين المكونات تظبط مع بعض. التمر هند، كلامنا بقى عن التمر هند مش هيخلص، ويعني يقال ان الهنديات بيستخدموه في كماسكات لشعرهم، ومن سر من اسرار جمال شعرهم. حلو جدا، موجود فيه ماده السابونين الطبيعيه اللي هي تعتبر حاجه بيدافع بيها النبات عن نفسه، ان هي
بتحفز او سوري بتطهر فروه الراس. لو بتشتكي من القشره، لو محجبه وبتلبسي الطرحه على شعر مبلول، بتبقي نازله مستعجله واستحميتي ونازله مستعجله وما لحقتيش تنشفي شعرك، وده حاجه غلط جدا. لازم تنشفي شعرك، وبيحصل معاكي قشره لو استخدمتي وصفات طبيعيه. لو عملتي بروتين وفروه راسك اتعملت من قشره، شوفوا انا زودت العسل. ما هقول لكم بقى، ما عشان كده بقول لكم ركزوا في كل دقيقه في الوصفه، اوعوا ما تقدموا حاجه وبراحتكم. لو عايزين تقدموا براحتكم ايه، هقول لكم كل مكون في الوصفه. فتمر هند بيدي نعمه وبيحفز فروه الراس، نمو الشعر، وكمان بيقلل او بيقضي تماما على القشره مع الاستخدام، بتقضي على القشره. وانا دايما اول حاجه بستخدمها في العلاج مع الناس هي ان انا اقول لهم فروه راسك تبقى نظيفه. هاتي لي فروه راسك نظيفه، نشتغل عليها كويس بقى، نطول نتقل نعمل كل حاجه. تمام، شايفين بقى عامله زي الكراميل ازاي. تاني حاجة هي الروزماري، واحنا عارفين ان الروزماري بيقضي على تساقط الشعر. في مواد كتيرة كويسة، انا مش عايز ادخلكم في امور علمية كتير، بس الحمد لله من خبرتي يعني الروزماري يعني بيقضي على تساقط الشعر فعلا. بس خلوا بالكم ما تحطوش كمية كبيرة، عشان بيعمل زي بروتين اكوميليشن او تجمع للبروتين على الشعر، وده بينشف الشعر. فهنقلل الروزماري شوية. علشان كده انا ضفت العسل، والعسل ترطيب رهيب يعني، وفيتامينز وكده. القرنفل برضو من الحاجات اللي بتبقى سهلة قوي ان هي تحفز نمو الشعر او بتحفز فروة الراس شوية، وبتطهر كمان فروة الراس كويس جدا. ده هي مطهر اصلا، ده فيها انواع غسول بالقرنفل اساسا. فالقرنفل بيحفز الدورة الدموية في الشعر. بقعد بقى اعصرها كده، اصفيها، اعملها بحيث تعمل معايا عجينة، وتقعدي تصفيها كويس جدا 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 علشان تقدري تطلعي الخلاصة منها. وزي ما قلت لكم العسل هيدي ترطيب زيادة، مش هيلزق قوي على فكرة، انا حطيت كمية صغيرة جدا. هنقعد بقى كل ده نقعد نصفي الوصفة، وتعمليها كأنها معجون كأنه عارفين البلسم كده، عارفين الكريم بتاع الشعر، القوام بتاع الكريم بتاع الشعر. ياريت تعملوه لايك، لان لايك بيفرق جدا، وشكرا للي بيعملوا ديسلايك، لان انتوا بتساعدوا ان المحتوى يعني يعلى، وببقى مطمنه ان انا حرقكم قوي ومضايقكم قوي، ودي حاجه جميله جدا بنبسط قوي على فكره. واسالوني عن رايكم في الكومنتات عن اي حاجه انتوا عايزينها للبشره، للشعر، للجسم، لكل حاجه. تمام، ورايكم ايه في الخلفيه البينك دي؟ انا بحب اللون ده قوي، بعشقه اللون البينك ده، القرمزي. شايفين القوام؟ خلوا بالكم بقى من حاجه، هنا لسه في بواقي روزماري. انا هغسل الصفايه، او هاخد جيب صفايه تانية اهو غسلتها، وهحط هزود ميه، برضو ميه دافيه، وهعمل تاني العجينه تاني، هصفيها من اول وجديد. هفضل اصفيها عشان غلط جدا تسيبي اي رواسب على شعرك. لازم الحاجه تبقى تطلع بالميه كده بسهوله، واقول لكم هنوزعها ازاي والطريقه ازاي نوزعها بشكل صح. وقولوا رايكم في الكومنتات، شايفين الوصفه عامله ازاي؟ زبده، كأنك بتحطي زبدة على شعرك، بجد بتلمع الشعر جدا جدا جدا، ومتأثرش على لون الشعر، وبتدي شكل حلو قوي. قولي رأيك في الكومنتات عن كل حاجة في المنتجات. ايه اكتر منتج عجبك؟ ايه اكتر وصفة عجبتك؟ بتشتكي من ايه في شعرك او في بشرتك او في اي حاجة بتقابلك؟ والحمد لله يعني انا اعرفكم بيا هبة، دكتورة ليا خبرة كبيرة في الأدوية والتجميل اكتر من 10 سنين، وكمان بجرب المنتجات معاكم وبطلع اشرحها وبطلع اقول لكم روتين عناية. فاتمنى افيدكم، وانا كمان اتواصل معاكم. انا كتير ناس من المتابعين بيتواصلوا معانا وبيشتروا منتجات من الشركة عندنا، وده مش عيب خالص ان احنا نعمل دعاية للمنتج، دعاية صح، دعاية بشكل صح. ما ينفعش، انا عايزه اقول لك في ناس كتيره جدا بتبقى مهتمه وعايزه منتج معين، والمنتج ده ممكن يكون مكسب كويس جدا للشركه، بس والله بجد بقول لها المنتج ده مش هيناسبك، انت عندك حاجه احسن تانية، او ممكن نستخدم حاجه احسن. تبقى مثلا داخله عايزه تطويل وتتقيل وتكثيف ومش عارف ايه، لا احنا نمشي خطوه خطوه حبيبتي. حتى لو تشتري من مكان تاني انا ما عنديش مشكله خالص. انا بعمل المحتوى ده ليه؟ عشان انا بحبه جدا، انا بحب اعمل محتوى اصلا، ليا خبره كبيره في اليوتيوب، وعملت كده في اقل من سنه حوالي 27000 مشترك بس الحمد لله يعني، او 28000 مشترك بس قدر الله ما شاء فعلا. شايفين بصفيها ازاي؟ يعني راحوا بس هنظبطها يعني. وشغالين بقى. ازيكم من اول وجديد، بعمل لكم باي اهو، يعني اعملوا لايك بقى عشان اعمل. لا بصوا، شايفين شعري بقى كان عامل ازاي؟ ناشف خالص. انا هجدده، هظبطه بقى، هقول لكم هنعمل ايه، هنوزعه ازاي، وهنوزع الماسك ده ازاي. طبعا زي ما قلت لكم بيبقى حاجه كريمي كده، او قوامها كريمي زي العسل. هنحتاج الفرشه دي بتاعه الصبغه اللي بنوزع بيها الصبغات والماسكات، والكريمه بقى اللي احنا عملناها، او الماسك اللي احنا عملناه ده لشعرنا. تمام،
وصفناه كويس مفيش اي رواسب عليه عشان ما تسدش المسام بتاعه شعرنا. وهنحتاج ورق الرول ده بتاع المطبخ اللي هو الدنيا كانت حر قوي النهارده. الجو عندكم عامل ايه؟ الدنيا كانت حر عندي النهارده يعني بصوا مفيش مروحه اصلا في الحمام فكنت هتجنن. بعمل بالفرشه دي واللي ورايا دي الفوطه المايكروفايبر ده بقسم شعري. طبعا كنت عاملاه فير بقى وخل يعني الفير او السشوار ابتدى يهدى خالص. انا عايزة اهتم بالجزء اللي قدام لان حصل لي مشكلة كده في معينة في شعري قبل كده وان الجزء اللي قدام ده فيه فراغ. بس طبعا يعني هي كده متعالجة يعني كانت اكتر من كده والحمد لله يعني اتعالجت. انا عايزة اهتم بالفراغات اكتر عشان تعمل تحفيز لفروة الراس. فحطيت عليها الاول شوية كده وابتديت اخد الجزء اللي عند شعري من تحت ده قسمته وعملته كده بالكعبشة وقسمت لاتنين. بتقسمي اتنين عشان تعرفي تحطي الماسك بشكل كويس. تمام بصي اهو بتوزعي زي كأنك بتوزعي الصبغة بالظبط. اتمنى افيدكم اتمنى اكون بفيدكم شايفين او انا عايزاكم تركزوا في الموضوع. انا بسكت شوية بس عشان تقولي رأيكم في الكومنتات عن الوصفة دي واتمنى افيدكم يعني. وبصوا بحاول بقى اشوف انا بعمل ايه. بحاول ادخل السنون بتاعه الفرشه في الفرو اهو. بصوا بقول لكم حتى السنون بتاعه الفرشه بالفرو مش هتوزعي على شعرك نفسه هتوزعي على الفروه الاول وهقول لك استني هتعملي ايه. عشان كده بقول لك ركزي في كل حاجه في الفيديو. كل حاجه هتفرق معاكي. طبعا بتقسمي شعرك. انا شعري يعني اهو يعني عايز اقول لكم يعني قبل كده كده كنت دمرت شعري بالصبغات والبروتين والحاجات دي وعملت حاجات غلط اكتر كتير. والله كانت عندي بيوتي سنتر كويسه جدا بس هي كانت غلطات بقى عملتها في شعري وبرجع اصلحها تاني. يعني انا زيكم يا جماعه والله بستخدم الحاجات دي وبصلحها وبظبطها يعني. وعادي يعني في حاجات كتيره ممكن تتصلح. انا اهو بحط على الفروه ما بحطش على الشعر. خلوا بالكم هنعمل ايه. وبنقسم بالفرشه بتاعه التقسيم بتاعه الكوافيرات دي عادي جدا. تمام هتفرق معاكم جدا. انا باخدها معايا اصلا في كل مكان بحاول اسرح بيها شعري. قولوا رايكم في اللون بتاع الحنه اللي احنا عملناه قبل كده. شعري كان ناشف قوي متضرر والرطوبه والحر مبهدلينه. انا اصلا طبيعه شعري حلوه جدا من وانا صغيره بس العوامل بقى الجويه كنت سافرت قبل كده العريش وكنت بستخدم شامبو غلط اصلا حاجات كده يعني كاني بحط صابون غسيل او صابون مواعين على شعري ودمر لي شعري حرفيا. يعني عشان كده بقول لكم الحاجه اللي مش مناسبه ليكي بتكون أسوأ حاجه ممكن تعمليها شعرك. طبعا كنت صغيره ما كنتش فاهمه حاجه ولا كنت اشتغلت في تجميل ولا كنت بقيت دكتوره اصلا. بوزع اهو يعني كان شامبو احمر كده كنت ساعات بسميه شامبو الدم. وكان المايه اصلا بتاعت العريش ما كانتش حلوه. مين هنا من العريش؟ انا دلوقتي في القاهره بس مين هنا في العريش؟ المعيش يعني يقول او اللي من القاهره يكتب لي في الكومنتات. بس العملاء بقى اللي بيتابعوا معانا والله قولي لي وصفه. طب انت رايك ايه في وصفه زيت الزيتون يا جماعه؟ انت عارفه يعني وانت دريانه اذا كان زيت الزيتون ده هيكون مناسب لفروه راسك انت. فبلاش هل انت زيت الزيتون مثلا مع زيت الكمون انت ضامنه يحصل تفاعل ما بينهم يحصل حاجه تدمر شعرك؟ فده حاجه يعني امنه. الوصفه دي امنه. طبعا بتسرحي بقى. شفتي انا ليه قلت لك بقى ما تحطيش على بقيه شعرك؟ لان هي اصلا لما هتجيبيها من الفروه لبقيه شعرك هتعمل هتتوزع الوصفه هتتوزع على بقيه شعرك. نسرع الفيديو بقى عشان ما تملوش. تمام كده وزعنا على كل شعرنا. وانا بحب اقسم شعري نصين كده عشان يعني انا بحب كده. انتوا بتحبوا ايه؟ كل واحد واللي يحبه يعني. تمام وقسمنا يعني بتقعدي بقى تسرحي شعرك. انت اصلا لازم تكوني شو عايزه اقول لكم اوريكم الكميه اللي طالعه من شعري بعد كل التعذيب ده كميه بسيطه جدا. فانا يعني ده معناه ان الحمد لله التساقط قولوا ما شاء الله قوم ما شاء الله التساقط مش موجود تاني او عالجته يعني. بحاول بقى اجيب بقيه الماسك كده واقوم مظبطه فروه راسي او الشعر اللي هو بقى الهير شافت او الشعر نفسه اطراف الشعر نفسها. وتقعدي تدلكي عشان كده بقول لك لازم تركزي في كل دقيقه في الفيديو. كل حاجه تركه مهمه جدا.
بتقعدي تدلكي تدلكي. طبعا قبل كل ده لازم شعرك يكون اصلا متسلك، فما ينفعش يبقى شعرك متلبد وترجعي تاني تعملي تسلكيه وتحطي ماسك وتسرحي عليه. ده الماسك الامن اللي اقدر اقولك تحطيه على شعرك او على فروه راسك. تقعدي تسرحي 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 وتعملي لايك وتعملي سبسكرايب وتعملي شير، عشان انا هقول لكم هنستخدم شامبو ايه علشان نساعد على ان احنا ننظف فروه الراس من الرطوبه ومن الحر ومن التراب ومن الحاجات اللي بتحصل فيها. طبعا بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. هنجيب اللي هي الاسترتش ده. طبعا انا يعني انا بحاول ان انا اعمل ايه، ان انا يعني اجيب شعري كده يعني ليس قوي او اليس شعري مش عارفه اليس شعري يعني اعملها ازاي، دي اقولها لكم ازاي، اخليه يعني طبق على 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 دماغي كده وبقسمه نصين عكس بعض. فاكرين لفه الشعر بتاعت زمان؟ بقسمه نصين عكس بعض وبقوم حطاه كده ملزقاه. طبعا على فكره لو حطيته على وشي عادي جدا مفيش حاجه، دي حاجات طبيعيه كلها وعادي، لو حاجات صناعيه برده مش مشكله يعني. هو حاجات تمر هند على الوش مش حاجه وحشه. قسمت شعري اكس اكاس اهو، شايفين الاكس اكاس، وعملته زنوبه كده لقدام. عملته ايه خديجه ولا زنوبه؟ عملتوا اي حاجه جميله وخلاص. انا مش بتريق على سامي يا جماعه، بس هي يعني حاجه عاديه يعني ماشي، عشان بس ما حدش يجي شايفين كاني لفاه كده. وتجيبي الورق الرول اللي انا ما بعرفش افتحه خالص، تمام، وتقومي عاملاه بقى عاملاه كده. انا هسرع برضه في الفيديو عشان ايه، بصوا بتلفيه كده على شعرك، اكتمي بقى بيه الشعر وتسيبيه فتره مثلا اللي انت عايزاه. قولي في الكومنتات انت رايكم نسيبه قد ايه على الشعر واستنوا النتيجه. هو النتيجه انتوا شايفينها في اول فيديو، بس استنوا النتيجه بقى للشعر من غير البيبي ليس اصلا، من غير البيبي ليس طبعا، عشان تقعدي بقى في البيت كده مش هتقعدي بالمنظر ده. تجيبي بقى طرحه جميله كده شيك او بوني، وهتعملي بقى شغل البيت، تعملي حاجاتك وتلفيها كده كذا حاجه وتقومي عاملاها كده بشكل شيك. وانا بحب اللون الازرق برضو، انا بحب كل الالوان على فكره ما عدا الجراي والبني، بس ساعات بحبهم. وبعد كده انا هستخدم الشامبو ده من ادفانس تكنيك اللي هو بتاع فروة الراس بتاع القشرة، وهنشف بالفوطة مايكروفايبر دي واستنوا النتيجة من غير بيبي ليس. دي بقى النتيجة من غير بيبي ليس. شايفين الشعر قوي ازاي ولامع. انا شعري اصلا كيرلي، وقولوا لي رأيكم اخلي شعري كيرلي ولا اخليه بالسشوار كده. على فكرة ما عملتش بيبي ليس، انا لسه هعمل لكم بيبي ليس بعدين، بس ده من غير سشوار. فاول الفيديو بسشوار، شايفين شكله عامل ازاي مش ناشف، وده شكله من غير اي حاجة. ده انا مش من غير ما احط عليه اي حاجة، لا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص لا زيت ولا كريم ولا اي حاجة خالص. انا بهزر يا جماعة، مفيش سمنة بتحط على الشعر، وحتى مفيش زيت بتحط على الشعر، هو بس عشان نعمل بيه حمام زيت مش اكتر، تمام. ده شكل الشعر بعد الغسيل من غير ما احط اي حاجه، بس كده.